في الصين هذا البلد العجيب، إذا بغيت تبحث عن موقع معين أو موضوع معين أو أي شيء يستخدمون موقع بيدو، هذا الموقع اللي يعتبر رئيسي في الصين بدلاً من موقع جوجل اللي يستخدمه أغلب العالم، لأن جوجل محجوب في الصين. أيضاً في الصين إذا بغيت موقع للتواصل مع الناس، هنا في الصين يستخدمون موقع ويتشات بدلاً من الواتساب اللي يعتبر في الصين موقع محجوب، ويعتبر ويتشات من أقوى المواقع اللي يستخدمونها جميع الشعب الصيني. مو بس كذا، حتى إذا بغيت تستخدم موقع للبحث عن الفيديوهات المواقع ما تستخدم اليوتيوب مثل أغلب دول العالم، لا، في الصين يستخدمون موقع يوكو لأن اليوتيوب محجوب من سنة 2009 في الصين. في نفس سنة 2009 قامت الصين بحجب تويتر، وما ننسى من المواقع المهمة جداً في العالم الفيسبوك أيضاً محجوب في الصين. الصين دولة دائماً تعتمد على مسألة الاكتفاء الذاتي في كل شيء، هم ما يسعون بأن يستخدموا ما ليس من صناعتهم. يقولك ليش أنا أستخدم أشياء من دول ومجتمعات أخرى تجبرني عليها وأنا قادر أصنع نفسي ولا أحتاج بأن أستورد من دول خارجية. في النهاية من يريد أن يكون الأول في العالم لابد أن يكتفي بذاته. في أمان الله.